فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن Mind Maps Cardiac Output, Cardiac Reserve and Heart Failure. Cardiac Output معناها Volume of Blood Pumped by each ventricle per minute. في الدقيقة الواحدة الهارت بيضخ من 5 إلى 5.5 لتر دم. طب حسبناها إزاي؟ قلنا في الضربة الواحدة per beat البلد بامبد بيبقى قد ايه بكل فنتركل؟ طلع 70 ملليلتر اللي هو ستروك فوليوم. تمام، ضربناها في عدد ضربات القلب في الدقيقة اللي هي average 70 per minute. الهارت ريت يتراوح من 60 إلى 90، المتوسط هو 70. طيب 70 في 70 يساوي 4900 ملي اللي هي تقريبا 5 لتر. ده الحساب بتاعنا. عشان نتخيل الموضوع هنزل في المخطط التاني وارجع للأولاني مرة تانية. ده بالنسبة لي الكاردياك أوتبوت. طبعا الصندوق ده هو الهارت، نتخيل أو الفنتركل داخله 130 ملي. ال 130 ملي هو اللي الفنتركل بيتمليهم في الضربة الواحدة، اسمها End Diastolic Volume أو EDV. تمام، يطلع منهم الهارت، يضخ منهم 70 ملي، ويتبقى جوه الفنتركل 60 ملي اللي هو الفرق. اللي بيتبقى جوه الفنتركل هنسميه End Systolic Volume. علشان كده الـ End Diastolic Volume يساوي مجموع حاجتين: الستروك فوليوم زائد End Systolic Volume، وده مهم قوي، هو الـ 130 ملي. طب لو سألتك على الستروك فوليوم السبعين تقول لي الـ End Diastolic minus End Systolic Volume. ده الأساس بتاعنا. نرجع بقى لنفس الكلام اللي قلناه قبل كده أهو. الكاردياك أوتبوت هارت ريت تايمز ستروك فوليوم. طب أنا عايز أفك الستروك فوليوم السبعين ملي، هي المية وتلاتين إند دايستوليك ماينس الستين اللي هو الإند سيستوليك فوليوم، وطبعا ده مضروب في الهارت ريت. عايزك تخلي بالك من حاجة، ان الكاردياك اندكس هو دليل على نشاط القلب. كاردياك اوتبوت على السيرفس اريا، الهارت بيضخ كام لتر دم في الدقيقة بالنسبة لمساحة سطح الجسم؟ تقريبا 3.2 لتر بير سكوير متر سيرفس اريا. طيب في سؤال مهم، هو لو الهارت ضخ 70 ملي ده معناه انه طبيعي؟ تقول لي لا، 70 ملي بالنسبة لكام ملي اتملاهم؟ يعني لازم اشوف الستروك فوليوم على اند دايستوليك فوليوم. ده بيمثل ايجكشن فراكشن، نسبة الايجكشن، ضخيت كام في المية من اللي انا اخدته. طبعا الستروك فوليوم 70 على ال 130 تقريبا 55%، ده الطبيعي. لكن لو انا جيت قلت لك مثلا الهارت ضخ 70 ملي بالنسبه ل 210 ملي اخدهم، يعني ضخ التلت 33 وشويه، هل ده نورمال؟ تقول لي لا، ده معناه هارت فيلير. دي نقطة مهمة. جيت بقى عملت جدول اند دايستوليك اند سيستوليك وهارت ريت. طبعا الجدول ده شامل وحنحتاجه في نهاية الفيديو. طيب ديورينج ريست عايزك تبص على الارقام. اند دايستوليك 130 ملي، قررنا نجري، القلب هيملى اكتر تقريبا الضعف
240 ملي. خلي بالك during exercise sympathetic شغالة، sympathetic بيزود الفينس ريتيرن لأنه بيعمل فينو كونستريكشن لأي فين تحت مستوى القلب، فبيزود البريشر فيه أكتر من الفينا كيفا، فيتحرك الدم بناء على البريشر جريدينت. ده مهم جدا، فالقلب بيملى. طيب خلي بالك ان الموضوع ليه ليميت، هو ستارلينج لو، القلب ما بيملاش لما لا نهاية. ارجع افتكر معايا اللي شرحته في الكاردياك ماسل، كل ما يزيد اللينس اوف ذا كاردياك ماسل معناها الميوسين بيبعد عن الاكتين لان الهارت بيملى بالعرض، كلما يزداد قوة الكونتراكشن وزن ليميت بحدود، هيجي وقت على الهارت يملى كتير وقوة الانقباض تقل لان المايوسين مفيش اكتين فوقه علشان يعمل له بولينج للسنتر اوف ساركومير، عدد الكروس بريدج سايكلينج هتقل. الاند سيستوليك فوليوم اثناء الريست اتبقى 60 ملي جوه الفنتريكل، وده شيء طبيعي، ما ينفعش الفنتريكل يبقى اوضه فاضيه تماما من الدم، هيحصل كولابس هتتطبق، لازم يتبقى جزء. اثناء الاكسرسايز انا بضخ اكتر واكتر فبيتبقى اقل واقل، 30 ملي. طب ليه ما يتبقاش اقل من كده؟ طب بتقولي سيستول يعني كاتيكولامينز ادرينالين ونور ادرينالين شغالين، وبالتالي ليهم عدد محدد من الفيسيكلز، انا بكسر فيسيكل واخرج كاتيكولامين ومسكه في بيتا 1 ريسبتور على الهارت، العدد محدود معايا. طيب نيجي للهارت ريت 60 الى 90 بيت بير مينت، اقصى ضربات للقلب 180 ضربه في الدقيقه، يعني الهارت ريت يزيد 3 اضعاف من 60 الى 180. طب ليه ما يزيدش اكتر من كده؟ لانه ليميتد بالتايم اوف فيلينج، كل ما يزيد ضربات القلب الوقت الباقي للدايستول هيقل. طيب نيجي نبص على اند دايستوليك فوليوم امتى يزيد وامتى يقل. يزيد في حالات فيسيولوجيكال الطبيعيه، زياده الفينس ريتير اللي هنقوله دلوقتي هنشرحه مره تانيه في الفينس سيركيوليشن في المايند مابس، خليكوا فاكرين. عشان القلب يملى اولا يزداد البلد فوليوم، ما هو ما ينفعش يبقى فيه هامورج او نزيف ويزيد الفينس ريتيرن اللي رايح لك. تاني حاجة زيادة الفينس تون، لازم السيمباثاتيك يضيق الفين بلوز ليفل اوف ذا هارت، لازم يعمل بريشر جريدينت وهنقول اسمه ايه النهاردة. السكيليتال ماسل تعمل كونتراكشن فتعصر الفين اللي جواها وبالتالي تعلي فيه البريشر، ده مهم جدا. لازم السوركس يبقى البريشر فيه اقل، يعني الجاجيولار فين الفينا كيفا هما متصلين ببعض، لازم الفينا كيفا تكون نيجاتيف ضغط اقل عشان تسحب الدم اللي جايلها من الفين بلو ذا ليفل اوف ذا هارت، ده مهم جدا. الاتريوم لازم الاتريوم يزداد، مش هنقول الكونتراكشن اولا، لا يزداد السكشن باور. الاتريوم هو قوه شفط، هو مضخه بتتملي بفوليوم معين من الدم، فلازم البريشر كمان يقل فيها عشان تسحب دم، ثم يعلى الاتريال بريشر بعد ما اتملى ويبدا الاتريال سيستول زي ما شرحنا في الكاردياك سايكل.
طب الفنتركل دوره ايه عشان يتملي؟ كومبلاينس، القدرة على الاتساع الداخلي، يوزع اكبر كمية من الدم جواه في اكبر مساحة ممكنة. لاحظ معايا الاسباب اللي بتزود الاند دايستوليك فوليوم، اسباب من تحت لفوق. طيب نيجي بقى للاند سيستوليك فوليوم، يزيد فيسيولوجيكال بايه؟ فيجال تون. بمعنى الفيجاس المعروف ان هو نيجاتيف اينوتروبيك، بيقلل من نشاط عضلة القلب، وبالتالي الفوليوم اللي يتبقى في الفنتركل زيادة. طب باثولوجيكال، فكر فيها بالعقل، امتى الاند سيستوليك فوليوم يزيد؟ وحالة مرضية، الهارت مش قادر يعمل كونتراكشن وايجكشن بكفاءة فتبقى زيادة، يبقى هارت فيلير. طيب نيجي بقى بالعكس، امتى يقل الاند دايستوليك فوليوم؟ بمعنى امتى الفنتريكل مش قادر انه يملى؟ يبقى في حاجة ضغطة على الويست اوف ذا هارت، البيريكارديوم، الكيس اللي حوالين القلب، لو اتملى بمية زيادة، المية دي هتضغط على الوول اوف ذا هارت، على الوسط بتاع القلب، المكان اللي فيه الفالف، فالفالف يتقفل، فالفنتركل مش قادر انه يملى، يعني بيريكارديال افيوجن، وذكرناها قبل كده، تؤدي الى كاردياك تامبونيد، اختناق عضلة القلب. طب القلب ليه مش قادر يملى زيادة؟ هارت فيلير. وده مهم، لما الهارت يتملي بدم كتير هيزيد البريشر فيه جامد جدا، مش هيقدر يستقبل الدم من الاتريا اللي فوقه، انا اعلى منك. حاجة التالتة، مايوكارديال انفاركشن او ام اي. في المايوكارديال انفاركشن جزء من عضلة القلب ماتت، وده معناه ان الاينو تروبيك ستيت او قوة الكونتراكشن ضعفت جدا. طيب نيجي بقى للاند سيستوليك فوليوم، امتى بتقل؟ تقل فيسيولوجيكال في الطبيعي مع الاكسرسايز، كل ما نجري اكتر كل اللي يتبقى من الاند سيستوليك عمال يقل. طبعا الهارت ريت قلت لك انظر هارت ريت ريجوليشن، هنشرحها ان شاء الله في اول فيديو مايند مابس مع الفاسكولر. طيب نيجي بعد كده للصفحة التانية، احنا اتكلمنا على الحكاية دي، تعال نتكلم بقى عن الكاردياك اوتبوت، امتى يزيد فيسيولوجيكال؟ كاردياك اوتبوت بيزيد فيسيولوجيكال في 7 أو 6 احتمالات مهمين. اول احتمال بوستشر، لو انت نايم على ظهرك، ريكومبنت بوزيشن، يزيد مع الحمل بريجننسي، لان الست الحامل بيزيد الكاردياك اوتبوت بالنسبه لها وبالنسبه للبيبي، تو ميت ذا ميتابوليك نيدز. بعد الاكل بوست برانديال، لان بعد الاكل لازم الجي اي تي او الجهاز الهضمي يشتغل، فلا بد يزداد الكاردياك اوتبوت اللي رايح له، يزداد فيزيكال مع الاكسرسايز. هقول لك رقم النهارده تستغرب له، الهارت بيضخ 5 لتر دم في الدقيقه ديورينج ريست، مع المجهود هنوصل ل 35 لتر دم في الدقيقه، وهقول لك الرقم تضاعف ازاي. واضح معايا ان في الفسيولوجيكال كلها بحرف البي، 4 بي، باستشر الاولى، بريجننسي التانية، بوست برانديال التالتة، فيزيكال اللي هو الاكسرسايز. التمبريتشر، كل ما تسخن ده معناه ان انت محتاج بلاد فلو زيادة، التيشو شغالة، لازم الهارت يزود من قدرته على البامبينج. الهرمونز والدراجز طبعا هنشرحهم مع الريجوليشن. طيب يقل الكاردياك اوتبوت،
فيسيولوجيكال وانا واقف during standing. وانت واقف الدم بيتجمع في اللور لمب بالجرافيتي فبيقل البريشر في الابر لمب. طيب ازاي نرجع الامور للهوميوستاتيك ميكانيزم؟ هنعرفها مع شرح blood pressure regulation. pathological decrease heart failure. فشل القلب ليه اسباب، يا اما المشكله في المايوكارديوم او كالسيوم قليل في عضله القلب مش قادر تضخ دخلت في فيلير، او الهارت سليم ولكن الاورتيك فالف ضيق ستينوزس فعملت مقاومه عاليه قصادنا فدخلنا في فيلير. الطبيعي الهارت بامب 70 ملي مع كل ضربه يتبقى 60، ياخد عليهم 70 كمان يبقوا 130. طيب لو انا بضخ 30 ملي من ال 130 اتبقى 100 ملي، والسايكل اللي بعدها رجع لي 70 ملي، فال 70 اللي رجع زائد ال 100 اللي اتبقت باثولوجيكال بقينا 170. ايه ده؟ ده انت عمال يتراكم جواك فوليوم اوف بلاد زياده وانت مش عارف تتصرف فيها فقل الكاردياك اوتبوت. طيب ايه الايفكت اوف هارت ريت فاريشنز اون كاردياك اوتبوت؟ بمعنى الهارت ريت ليه اربع احتمالات، يا اما من 60 الى 90 بيت بير مينت بيزداد في هذا الرينج. تعال نفكر، كل ما يزيد الهارت ريت التايم اوف فيلينج هيقل. طيب الستروك فوليوم مش هو اند دايستوليك ماينس اند سيستوليك فوليوم؟ انا بفكرك بالمعادله تقول لي اه، يبقى لازم يقل الاند دايستوليك وزاد الهارت ريت. طب انا بضرب الاتنين في بعض عشان احصل على الكاردياك اوتبوت. بص معايا انا كتبت لك ايه، واحد زاد وواحد قل. الهارت ريت زاد، ستروك فوليوم قل لان الاند دايستوليك فوليوم قل، يبقى زايد في حاجه قلت بنفس القيمه لن يتغير كاردياك اوتبوت. طب بص معايا بقى، طب اذا زاد الهارت ريت من 100 الى 160 بيت بير مينت، تقول لي معنى الكلام ده اني الاند دايستوليك هيزيد. ليه؟ الزياده زادت فيسيولوجيكال بسبب السمباثاتيك، الاثنين زادوا يبقى الكاردياك اوتبوت هيزيد. طب تعالى بقى نبص على الاكستريميتيز الاختلافات، اذا زاد الهارت ريت جدا 200 بيت بير مينت عدى الليميت. احنا قلنا ان اقصى عدد لضربات القلب 180 ضربه في الدقيقه، زاد قوي يبقى لازم الاند دايستوليك هيقل قوي، تايم فور فيلينج هيقل. لاحظ معايا اللي عملته، الاند دايستوليك فوليوم او الستروك فوليوم عملت اربع اسهم لتحت قل جدا مضروب في الهارت ريت اللي زاد بس سهمين لفوق، اضرب ده في ده اكيد الكاردياك اوتبوت هتقل لان الغلبه للي قل مش للي زاد، وبالتالي هيقل الكاردياك اوتبوت. طب الاحتمال الرابع، اذا قل جدا الهارت ريت، فطالب يقول لي خلاص يبقى انا عندي وقت كفايه قوي ازود التايم فور فيلينج. هقول له لاحظ معايا الاسهم، زاد الاند دايستوليك او الستروك فوليوم سهمين لفوق مضروبه في الهارت ريت اللي قل اربع اسهم لتحت، يبقى المحصله هيقل الكاردياك اوتبوت. يعني في الاكستريميتيز في البعد، لو قل الهارت ريت قوي عن 40 بيت او زاد قوي عن 200 في الحالتين هيقل الكاردياك اوتبوت. طب نيجي بعد كده لتجميعة كاردياك اوتبوت ميجرمنت، بيتقاس
في experimental animal أو في الهيومن. نلاحظ مع بعض. في الاكسبيريمنتال انيمال بجيب انيمال واخدره واحط جهاز التراسونيك فلو ميتر على الاورطه. طب اشمعنى الاورطه؟ عايز اشوف الستروك فوليوم اللي داخل واضربه في الهارت ريت. طبعا دي طريقه. في طريقه تانية اسمها هارت لانج بريباريشن، ان انت بتحسب الفنتريكولر فوليوم. طبعا اند دايستوليك فوليوم نقدر نحسبه بسهوله. فكره الهارت لانج ان انت بتفصل اللانج والهارت بتاع الانيمال وتعلقهم في جهاز. الكاردياك اوتبوت هو الهارت ريت تايمز ستروك فوليوم. طبعا الطرق دي جاست قراءه فقط. في طرق تانية نون انفيزيف، بس دي بقى بالنسبه للانسان. بس قبل ما نقول ايه هي، تعال نشوف الطرق التقليدية في الهيومن. اول طريقة اسمها فيكس ميثود. فكرة الفيكس ايه؟ قالك ان المربع ده هو التيشو. هنقول له ماشي. قالك بص بقى معايا، داخل للتيشو ارتيريال بلاد، معلش السام يبقى لجوه مش لبره، داخل ارتيريال وخارج فينوس. الارتيريال بلاد اللي رايح للتيشو 190 ملي اكسجين بير لتر. طيب خرج من الفينس 140 ملي اكسجين في اللتر. معنى كده ان التيشو استفاد بالفرق ب 50 ملي اكسجين لكل لتر. ده مهم جدا ان انت تكون عارفها. طيب علما ان التيشو محتاج 250 ملي اكسجين في الدقيقة، فعملت لك المعادلة. الهارت بيضخ لتر، التيشو تستفيد ب 50 ملي اكسجين. طب يضخ كام لتر عشان التيشو تاخد 250؟ هتضرب طرفين في وسطين، 250 تايمز 1 على 50. طب ما هو ال 250 ملي هو الاكسجين consumption في الدقيقة على الخمسين اللي هي arterio venous difference اللي هي 5 لتر في الدقيقة. دي الطريقة اللي من خلالها حسبنا cardiac output. في طريقة تانية هي طريقة الصبغة dye dilution. هنحقن المريض بصبغة خضراء اسمها endocyanin، بنحقنه في الفين. طبعا الدم الصبغه دي بتدخل بالفينس ريتيرن الى الهارت. انا عارف قبل ما احقن كميه الصبغه كام، 6 ملي جرام وتركيزها 2 ملي جرام بير لتر. كلنا عارفين من المدرسه زمان ان الاماونت يساوي فوليوم تايمز كونسنتريشن. تقول لي ماشي المعلومه دي معروفه، يبقى الفوليوم اللي الهارت هيضخه كام لتر عشان يتخلص من الصبغة دي؟ قال لك 3 لتر. طب حلو، انا الفوليوم of the heart او blood pumped by the heart 3 لتر، خلال قد ايه؟ خلال 30 ثانية. يعني انا حسبت الفوليوم اللي الهارت بيطلعه للتخلص من الضاي في التايم. عشان كده بص على الكيرف تلاقي على الفيرتيكال اكسس الكونسنتريشن ملي جرام بير لتر، وعلى الهوريزونتال اكسس بالنسبه لنا هو التايم. بص معايا اهو، ادي البيك. ظهرت الداي لاول مره في البالمونري ارتري بعد 5 ثواني بدا القلب يتخلص منه. بص اهو تركيزها ابتدى يعلى، ثم بص معايا وانا نازل هنتخلص منها. المفروض ان الكيرف ينزل الى الزيرو، تمام؟ لكن لاحظنا قبل ما توصل للصفر مكان الماوس عليت مره تانيه. كان المفروض القلب يتخلص منها في كام؟ 35 ثانيه لو انا نزلت من الجزء الديسندنج لتحت، 35 ثانيه. بس خلي بالك
ده ما حصلش. هتقول لي طيب لعشان كده اضطرينا نعمل نزول وهمي extrapolation، نمد الكيرف لتحت. تخيلي سألنا نفسنا سؤال، إذا كان في 30 ثانية الهارت ضخ 3 لتر دم للتخلص من الصبغة، طب يا ترى في 60 ثانية الهارت يضخ كام في ضعف الوقت؟ تقريبا 6 لتر في الدقيقة تقريبا. طبعا ميزة الطريقة دي دقيقة ونون انفيزيف، لكن عيبها بتسبب حساسية كبيرة. في طريقة تالتة، نحقن المريض بكولد سالاين، المحلول البارد هيفقد بروتو لما يذهب للتيشو، ونقيس البلاد تمبريتشر، بس المرة دي الجراف هيبقى ايه؟ هيبقى التمبريتشر في مواجهة التايم. يا ترى هنفقد البرودة في وقت قد ايه؟ دي مهمة جدا. طبعا هي نوت توكسيك وما بيحصلش سكند رايز، يعني بص السهم اللي طالع لفوق لا ما بيعلاش تاني، لان الصبغة الهارت ما بيتخلص منها في سيركيوليشن واحدة، لكن لما درجة الحرارة بتاعت السلاين تبقى بارد اقدر اتخلص منها في دورة دموية واحدة، وبالتالي مش هيعلى مرة اخرى. في طرق نون انفيزيف، اشهر طريقة فيهم الاكو كارديوغرافي، الاكو بمعنى نسلط موجات فوق صوتية بجهاز هيخبط في القلب وينعكس ليا مرة تانية. طب لما ينعكس للجهاز تاني هيوريني حالة الفالف، ده مهم قوي، لان لو الفالف ضيق مش هيقدر الفنتركل انه يملى، فيقل الاند دايستوليك فوليوم، فيقل الستروك فوليوم، ده مهم جدا، وكمان يقل الايجكشن فراكشن، يعني الكلام ده كله هيفرق معايا كتير. طبعا في طريقة اسمها راديو نيوكليوتايد ايميجينج، بنحقنه انترافينوس ونشوف الهارت السيستوليك والدايستوليك ميكانيكال فانكشن، ونفس الفكرة ستروك فوليوم ايجكشن فراكشن، وازاي بنحسبه. طيب نيجي دلوقتي على ازاي ننظم الكاردياك اوتبوت. ريجوليشن اوف كاردياك اوتبوت عندنا عنوانين رئيسيين، عنوان داخلي intrinsic طبعا تحته two titles و extrinsic. في البداية عايز افكرك ان الextrinsic regulation قريب جدا من الextrinsic factors affecting contractility اللي شرحتها في cardiac properties من قبل. طب نبدأ الاول بالintrinsic بالعقل. عشان الهارت يضخ 5 لتر انت بتتكلم على ستروك فوليوم تايمز هارت ريت. طب ما الستروك فوليوم هو اند دايستوليك ماينس اند سيستوليك فوليوم، تقول انا معاك، يعني لازم في الاول القلب يملى ثم يقفل الفالف والدم يتحوش جواه ايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز، ثم بعدها ماكسيمم ايجكشن، ده الترتيب المنطقي للأحداث. طب تعال نقول مصطلح جديد، القلب يملى اسمها هيتيرومتريك. كلمة هيتيرو معناها الطول اختلف، اللينس زاد، ده شيء طبيعي. القلب بيملى ترانسفيرس بالعرض، مايوسين بيبعد عن أكتين. طب طالما بيملى يبقى الفينومينا أو الظاهرة دي اسمها preload. فاكر لما قلتها في الفاكتورز affecting contractility قلت لك ان البريلود يعني ايه؟ القلب اتملى بدم، pre يعني before contraction، اتملى ولسه ما حصلش ضغط جانبي على الول، ده البريلود. طب اتملى ايه الستيمولس؟ يزيد الفينس ريتير، ده مبدئي. طب هل ده بيحصل الاول
ولا ان الفالفز تتقفل ثم ايجكشن؟ تقول لي طبعا الاول املى، يبقى ده يبدا اولا. ترانزينت، ترانزينت حاجه سريعه تقريبا دقيقتين لخمس دقائق. اند دايستوليك زاد، طب انا بملى، شيء طبيعي طالما الاند دايستوليك زاد يبقى المتوقع الاند سيستوليك هيقل. انا بملى كتير يبقى انا هضخ كتير، فاكر زي الاكسرسايز بالظبط، فالباقي قليل. شيء طبيعي الستروك فوليوم هتزيد طالما الاي دي في زادت، وده ماينس اي اس في، هيزداد الفرق. طب ايه السيجنيفيكانس للهيتيرو متريك فيسيولوجيكال مع الاكسرسايز وباثولوجيكال؟ طب عرفنا فيسيولوجيكال ليه، طب ازاي في الهارت فيلير ليها اهميه؟ تخيل ضغط الاورطه 170 مليمتر ميركري من البدايه، والضغط في الفنتريكل 80، ازاي ال 80 يضخ دم لل 170؟ ما ينفعش، لازم البريشر في الليفت فنتريكل يكون اعلى من 170. طب يعلى ازاي؟ ما هو لازم يملى هيتيرومترك ثم يقفل الفالف ثم يزيد البريشر في الول اوف ذا ليفت فنتريكل ويحاول يعمل ايجكشن، معرفش يستنى السايكل التانية والتالتة والرابعة لغاية لما يقدر يتغلب عليها. يبقى من غير الهيتيرومتريك ازاي هنقدر نعمل ايجكشن؟ ده مهم قوي. اللي عنده هارت فيلير خلي بالك عمر ما الايجكشن فريكشن بتاعته بتبقى زي الطبيعي، يعني عمره ما هيبقى 55% زي النورمال، لا هو بيتحسن بالنسبة لنفسه. يعني ايه؟ كان بيضخ في اول سايكل 30 ملي من اصل 100، السايكل اللي بعدها يبقى يضخ 40 60، حتى لو ضخ 70 ملي انا قايل لك 70 ستروك فوليوم بالنسبة لقد ايه ملاهم، فدي نقطة مهمة. نيجي للريجوليشن التاني هوميو متريك، اتقفل الاي في فالف ولسه الاورتيك فالف ما اتفتحش، الدم اتحبس في الوول اوف ذا فنتريكل. طب هو اتحبس وزاد لمواجهه مين؟ تقول لي نفترض الاورتيك بريشر اللي قصادي اقل مني، اقول لك يبقى انت زي الطبيعي عادي، ماكسيمم ايجكشن عادي. طب نفترض ان الاورتيك بريشر اللي قصادي اعلى مني، انا عندي عيب خلقي باورتك ستينوزس، ما تقلقش هنقدر نتغلب عليه. عشان كده انت ليه قلت افتر لود؟ انا بتكلم هل في اورتك ريزيستنس ولا مفيش. الناس الطبيعيه عندنا نيجاتيف افتر لود، مفيش مقاومه قصادنا بتواجهنا. الناس المرضى عندهم بوزيتيف افتر لود. طيب بص معايا بقى على التايم، prolonged يبدا ثانيا. طبعا الهوميو بعد الهيتيرو، املى الاول وافتح الصمام ثم نقفل الفالف. الهوميو تفكرني بالايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز، الهيتيرو تفكرني 7 8 1، فاكر رابيد فيلينج سلو فيلينج اتريال سيستول. طب عندي سؤال، ليه قلت عليها prolonged؟ هي ليه بتاخد وقت طويل؟ ما هو انا لو قصادي هاي aortic بريشر من البدايه هبذل مجهود كبير في التغلب على المقاومه دي، ده مهم قوي. اند دايستوليك فوليوم ثابت، طالب يقول لي يعني ايه ثابت؟ يعني زايد ولا قليل؟ هقول له ثابت على قلة ملاه. يعني انا قلت لك رابيد فيلينج سلو فيلينج اتريال سيستول، انا عمال املى وبزيد، قفلنا الفالف الاي في فالف، طب ما خلاص الفوليوم اللي جوايا لا هيزيد ولا يقل، بس هو ثابت على الزياده اللي اخدها يبقى زايد. والاند سيستوليك
لازم هتقل، ده مهم جدا. يبقى الستروك فوليوم هيزيد، لان ساعات طالب يستغرب يقول لي كونستانت حاجه ثابته ماينس حاجه بتقل، ازاي النتيجه زادت؟ ما هو الكونستانت ده على الزياده السابقه، والسيجنيفيكانس قلناها فيسيولوجيكال باثولوجيكال. اكسترنسك العوامل الخارجيه، نيرفس، هرمونال، دراجز، اينز. عايزك تفتكر معايا السمباثاتيك ازاي كان بيزود قوه الكونتراكتيليتي. اللي انا قلته زمان هو ازاي بيزود الكاردياك اوتبوت، سمباثاتيك بوزيتيف كرونوتروبيك. طب ما هو بيزود الهارت ريت من 100 ل 160، وبوزيتيف انوتروبيك ويزود قوه الكونتراكشن لانه بيفتح ال ال تايب كالسيوم تشانلز في الساركوليما، كمان بيمسك السمباثاتيك اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين في البيتا 1 ريسبتور على الهارت، والبيتا 1 اكسايتاتوري فيزود سايكليك اي ام بي جوه الهارت، وده سكند ماسنجر اللي بعد كده بيخلي فوسفوريليشن للبروتينز، وقلنا بينشط البروتين كاينيز اي وينقل فوسفيت للمايوسين هيد، ودي نقطة مهمة جدا اللي عليها ادينوزين داي فوسفيت فيتكون اي تي بي ثم يتكسر ويحصل كروس بريدج سايكلينج. طيب الباراسمباثاتيك العكس هيقلل الكلام اللي قلناه. نيجي للهرمونال، اي هرمون يزود سايكليك اي ام بي جوه الهارت خلاص يبقى بيزود الكاردياك اوتبوت. خلي بالك الهارت لا يتعامل الا بالسايكليك اي ام بي، لان الهارت عنده الانزيم اللي بيكون السايكليك اي ام بي، ادينايل سايكليز انزيم، ده اساسيات بالنسبه لنا جلوكاجون. طيب نيجي للدراجز، اي دواء بيشغل البيتا ادرينرجيك، بيتا ادرينرجيك اجونست شيء طبيعي لازم انه يزود الكونتراكتيليتي. كمان الكافيين، القهوه والشاي، السيوفيلين بيمنعوا تكسير الادينايل سايكليز فيكونوا سايكليك اي ام بي فيزودوا كاردياك اوتبوت. ديجيتاليس شرحناها من قبل بيزود الانترا سيلولار كالسيوم. العكس اي بيتا بلوكر، اي دواء بيقفل البيتا ريسبتور بيمنع انه يستقبل كاتيكولامينز هيقلل كاردياك اوتبوت. او كالسيوم شانل بلوكر، منعت دخول الكالسيوم من خلال التيتوبيول، نيفيديبين او ادالات. نيجي للاينز، عندي ثلاثة بحرف الاتش مهمين جدا هيفرقوا معايا ان يقللوا الكاردياك اوتبوت. هايبوكسيا ادي اول اتش، اكسجين قليل معناها فورس اوف كونتراكشن قليله. ازاي متوقع من الهارت يبقى ميتابوليكالي اكتف من غير اكسجين؟ ده الهارت ده 99% منه ايروبيك، ده مهم جدا. طيب التانية هايبر كابنيا، لما بيزيد السي او 2 ليفل في البلازما طبعا بيدوب في الميه، كربونيك اسيد يتكون، وده اسيد رمزه هيدروجين ايون. تعال نتخيل هيدروجين ايون زاد معانا، ده معناه اتش بلس هيتجمع البوزيتيف تشارج على الاوتر سيرفيس يعمل هايبر بولاريزيشن، يبعدنا عن الفايرنج ليفل، الاكسايتيشن قلت، يبقى الكونتراكشن المرتبط بيها هيقل فيقل الكاردياك اوتبوت. هايبر كاليميا ودي شرحناها قبل كده، لو زاد البوتاسيوم اكسترا سيلولر حوالين الممبرين اوف ذا فنتريكل البوتاسيوم اللي جوه مش هيقدر يطلع، فيتحبس معظم البوتاسيوم جوه بوزيتيف ويطلع الاوتر سيرفيس بوتاسيوم قليل،
يعني الاوتر سيرفيس عليها بوزيتيف تشارج واقل او نيجاتيف بالنسبه للي جوه. وبالتالي ما تقوليش نقرب من الفايرنج ليفل، لان الهارت يتبع اول اورنالو. ما ينفعش الكلام اللي قلناه على النيرف نقوله على الهارت. طالما نيجاتيف بره بوزيتيف جوه، ندي سب ثريشولد يوصلني للفايرنج، وبالتالي هتقل قوه الكونتراكشن. طيب الكلام ده احنا قلناه. نيجي بقى دلوقتي للمقارنه المهمه جدا ما بين مين سيركيولاتوري بريشر وسنترال فينوس بريشر. البدايه لازم نفهم معنى العناوين. احنا دايما نقول فينوس ريتير، القلب بيملى. طب هو بيملى منين؟ من اي فين بلو ذا ليفل اوف ذا هارت. هتقول انا معاك. طب ما هو الفين دي قد تكون ابدومينال فينز او بيلفيك فينز او فينز اوف ذا لور ليمب. يعني ممكن يكون اي فين من خلاله الفينا كيف هيملى. طب انا اعرف ده ازاي؟ قالوا طيب في الحالة دي احنا عايزين نحسب average circulatory pressure، متوسط ضغط الدم في الفينز اللي من خلاله الفينا كيف هتملى. ما هو ما ينفعش تقول لي من الابدومينال فينز هيبقى البريشر جريدينت كام ومن البلفيك فينز كام. ده ما ينفعش. انا عايز رقم لكل الفينس بريشر بيلو ذا ليفل اوف ذا هارت. طب ازاي احسب افريج بريشر؟ قالوا دي صعبه جدا، لازم نوقف القلب تماما. اذا القلب وقف ما بقاش عندنا هاي بريشر ولو بريشر سيستم. زي لو القلب شغال هيتوزع الدم بالتساوي بين كل الفيسلز. طب لما نحسب الافريج بريشر في الفين قد الكابيلاري قد الارتريول قد الارتري، تقريبا 7 مليمتر مركري. وقلت عليها استاتيك بريشر، استاتيك الدنيا واقفه. طبعا ده لو وقفنا القلب. بعض الكتب تسمي المين سيركيولاتوري بريشر، طبعا ده اختصاره ام سي بي، اول حرف من كل كلمه تسميها اسم تاني، مين سيستميك فيلينج بريشر، متوسط ضغط الدم اللي من خلاله القلب هيملى، فيلينج اللي القلب هيتملي. طيب سؤال مهم بقى، ايه اللي يحدد الام سي بي؟ الفوليوم، حجم الدم اللي في الفينز كام. وطبعا احنا عارفين من المقدمه ان الفينز عندها كاباسيتنس عاليه، تقدر تتملي 54% او 54% من الدم اللي في السيركوليشن انا بخزنه. طب ايه اللي يقلل الام سي بي؟ شيء طبيعي، لو الفوليوم قل. الفوليوم قل والكاباسيتي زادت. تقول لي يعني ايه؟ انا مش فاهمك. اقول لك بص، تخيل فين وسع قوي والفوليوم اللي جواه قليل او مش قادر ان هو يعمل كونستريكشن. يعني انا وسعت بس السمباثاتيك مش قادر يشتغل على الفين ده، شيء طبيعي. البريشر اللي تحت قليل، انا عمال اوسع، كاباسيتي زياده، دايليتد. ايه فايده ان انا اوسع ومفيش قوه قادره تعصرني تزق الدم لفوق؟ فهمت انا قصدي ايه؟ دي مهمه جدا. طب امتى يقل؟ طب نيجي نقول بقى والعكس، وامتى يزيد؟ العكس، لو الكاباسيتي قلت. يعني كاباسيتي قلت ما بقاش بيوسع بدرجه كبيره، لا جواه فوليوم في مساحه قليله او سعه قليله، فالبريشر هيزيد. زي اي كونتينر، لو انت قللت الكاباسيتي زودت جواه الضغط. نيجي بقى للفينا كيفا. شيء طبيعي الفينا كيفا هو المكان الوحيد المتصل بالهارت، او الفين الوحيد اللي هيستقبل الدم من المين سيركيولاتوري بريشر. طيب الفينا كيفا هو فين مركزيه،
لأنها متصلة بالقلب، والقلب ده في المركز مايل سنة شمال. قالوا طب ما تيجي نسميها Central Venous Pressure، الضغط الوريدي المركزي CVP. Central Venous Pressure هو الضغط في الفينا كيفا و Thoracic Veins و Right Atrium، عارف الشبكة كلها اللي بتصب في بعض، يعني عندك الجاجيولار فين في الرقبة بيصب في الفينا كيفا اللي بيصب في الرايت اتريوم. البريشر من 0 إلى 5، هنقول 0 يعني معنى كده البريشر جريدينت 7 ماينس 0 تساوي 7، فرق الضغط 7. طب هنا ستاتيك ولا دايناميك؟ تقول لي دايناميك. هنا بقى في حركة، لاني معنى سنترال فينس بريشر لا في حركة، القلب مش واقف. تمام. طب ايه الديترمينانس؟ عايزك تبص بقى معايا على الفرق بين اللي يحدد الثابت واللي يحدد المتحرك. الثابت كان فوليوم وفينس كاباسيتي. بص بقى الحركة فينتريكولار بامب، حتى انا كبرت الفي قوي عشان اقول لك رسالة مهمة. 3 في يحددوا سنترال فينس بريشر: فوليوم، فينس ريتيرن، وفنتريكولار بامب، وده معناه ان الفنتريكل شغال. طيب امتى يقل السي في بي؟ البريشر فوق بيقل بالجرافيتي، دم بيتجمع في اللور ليم، ويقل مع انسبيريشن شرحناها قبل كده، مع التنفس. الديافرام بينزل لتحت بيضغط على الابدومينال فينز فبيعلي البريشر فيها اكتر من الفينا كيفا اللي مرتبطه بالاتريوم، ده شيء طبيعي. طيب امتى يقل بس باثولوجيكال؟ لو الفينا كيفا دي دايليتد، فينو دايليتيشن، او في حاله الشوك. طبعا حاله الشوك هتتشرح في فيديو مايند مابس لوحده. طيب نيجي بقى امتى يزيد السنترال فينس بريشر؟ يزيد يعني في حاجه ضغط عليه، يبقى العكس مع الاكسبيريشن. ليه؟ لان انت وانت بتخرج النفس البريشر في الثوركس بيكون عالي، وده نقطه مهمه قوي. ولما يكون عالي يبقى بيضغط على البلورال فينز، ما هو الضغط عالي في الثوركس يبقى عالي في البلورال فينز، يبقى عالي في الجاجيولار فين، يبقى عالي في الفينا كيفا. ما دي فكرة البريشر ترانسميشن وسيمباثيك. طيب هل ممكن يزيد باثولوجيكال؟ أيوة، لو اتملأ الفينا كيفا بفوليوم زيادة. فوليوم زيادة ما قدرش يتصرف فيه للرايت اتريوم، معنى كده ان الرايت اتريال بريشر كان عالي جدا، ما استقبلش حاجه جياله من الفينا كيفا، يبقى هارت فيلير. بدل ما تديني يا فينا كيفا، لا خلي الدم عندك. طب في حاجه تانية، لو زاد نقل الدم او بالمونري امبوليزم او كارديوجينيك شوك. طبعا كل الحاجات دي هشرحها بالتفاصيل مع مايند مابس الشوك. كده احنا عرفنا المقارنة بين MCP وCVP، لان خلي بالك هنعمل جراف يدرس العلاقة ما بينهم. هو ده الجراف بقى بتاعنا او الفانكشن كيرفز. تعالى بقى نبص على التلات رسومات ونقول اللي احنا شرحناه الان من خلال رسمة. هنعمل زوم على كل رسمة ونشوف. ده اسمه Ventricular Function Curve. طبعا الكيرف ده هو بيمثل Right Atrial Pressure RAP على الهوريزونتال أكسس، و Cardiac Output على الفيرتيكال أكسس أو المحور الرأسي. في البداية عايز أقول لك إن Right Atrium مشترك ما بين حاجتين. ليه؟ الرايت اتريوم مشترك
بينه وبين المين سيركيولاتوري بريشر، وبينه وبين الكاردياك اوتبوت. يعني رايت اتريوم ده محطه مشتركه، انا بيوصل لي الفينس ريتيرن من الام سي بي. تمام. انا لما بملى انا بنزل الدم للفنتركل فيزيد الكاردياك اوتبوت. عشان كده بصوا بقى معايا ونعمل زوم اكتر، هتلاقي ان الرايت اتريال بريشر اهو برضو على الهوريزونتال اكسس في مقابل فينس ريتيرن، يعني مره مع الفينس ريتيرن ومره مع كاردياك اوتبوت. طب نبتدي علاقته بالكاردياك اوتبوت. بص معايا، كل ما يزيد الرايت اتريال بريشر هيزداد الكاردياك اوتبوت، ده شيء طبيعي. كل ما يزيد ده يزيد ده، يعني العلاقه علاقه طرديه دايركت بروبورشنال. فجيت رسمت في النص ده النورمال، ده العادي. بص بقى فوقيها السيمباثيتك. هتقول لي طب ازاي؟ نفترض عند الرايت اتريال بريشر ده قصاده النورمال اهي كاردياك اوتبوت، همشيها بالعرض. طب نفس الرقم ده لو انا طلعته لفوق هتلاقي ان يزيد الكاردياك اوتبوت، يعني السيمباثيتك بيعمل شيفت للكيرف، بيطلعه اب لفوق. ودي نقطة مهمة. هنا بقى السؤال، اب للرايت ولا الليفت؟ دي اللي مضايقة طلبة كتير. حط ايدك، دي ايدي الشمال، يبقى انا شيفت اب اند تو ذا ليفت. طب هنا بقى تحت نفس النقطة دي هنزلها تحت، يبقى الكاردياك اوتبوت بيقل، يبقى ده فيلينج هارت، ده الهارت فيلير. فالهارت فيلير بيبقى داون وتو ذا رايت. مهم جدا ان انت تتخيل الكيرف وتتكلم، ودي حاجه لازم نخلي بالنا. ابورد اهي تو ذا ليفت، بص معايا ده السيمباثيتك، تو ذا رايت هارت فيلير او الفيجاس. طب تعالى بقى نتكلم على الكيرف ده ونعمل فيه الزوم. الكيرف ده اسمه فاسكولار فانكشن كيرف، وده شيء طبيعي لاني انا بملى فينس ريتير، ده جاي من الفينس، جاي من الفاسلز، يبقى ده علاقتي بالفاسكولار. بصوا معايا هنا دلوقتي الرايت اتريال بريشر لو كان 7، خلي بالك الرايت اتريال ده السنترال فينس بريشر، والام سي بي 7، 7 ناقص 7 تساوي 0. هل في الطبيعي الفينس ريتيرن عندنا صفر؟ تقول لي لا، ده شغل ماثيماتيكال، انا بعمل جراف على ورق. طب بص بقى معايا هنا، لما يقل الرايت اتريال بريشر اهو، اخبار ايه الفينس ريتيرن؟ هيعلى عن الزيرو. كل ما يقل اكتر كل ما الفينس ريتيرن يزيد اكتر، لغايه لما نوصل لهنا نيجاتيف 2. يا دكتور ده بقى بالسالب، هيثبت الفينس ريتيرن، مش هيتوقف، هيثبت. هنوصل الى البلاتو. بص معايا تاني اهي، ده البلاتو بتاعي، ده الثبات. طيب ليه مش هيعلى عن كده؟ ما هو الرايت اتريوم متصل بفينا كيفا، متصل بسوراسيك فينز. كل ما البريشر جوايا يقل احنا خايفين على الفينز دي يحصل لها كولابس. عشان كده بص معايا، قلت لك ان الام سي بي هو 7 مليمتر مركري، تمام، وقلت لك سنترال فينس او رايت اتريال بريشر زيرو، يزداد الفينس ريتيرن كلما يقل الرايت اتريال بريشر لغايه لما يبقى نيجاتيف 2، السبب جراديوال كولابس اوف في. طبعا عمر ما الفينس ريتيرن يتوقف وتفضل عايش. بص بقى معايا، نبص يا دكتور، طب هنا ده انت هنا مزود الام سي بي، بص ده شيفت اب وده شيفت داون. طب ايه بقى اللي هيحصل في الاب والداون؟ ابورد يزيد المين سيركيولاتوري بريشر عن طريق الفينو كونستريكشن،
طبعا كل ما السمباثاتيك يشتغل اكتر ويضيق الفين بلوز ليفل اوف ذا هارت، كل ما الام سي بي على الهوريزونتال اكسس كلما يزداد، وبالتالي هيزداد الفينس ريتر، الفرق يزيد، والعكس كل ما الفين بيبقى دايليتد بلوز ليفل اوف ذا هارت كل ما الكيرف بيبقى شيفتد داونورد، فينو دايلاتيشن او هيموريدج. الكلام ده في غايه الاهميه. خلي بالك هنا شيفت اب، وبرضه طالب يقول لي طب رايت ولا ليفت؟ نفس الفكره تو ذا رايت. حط ايدك، يعني لو حطيت ايدي كده ده اليمين وهنا داونورد اند تو ذا ليفت. فكروا العلماء قالوا طب ما تيجي نركب الرسومات الاتنين دول مع بعض بما ان الرايت اتريال مشترك، وده اللي عملوه. بص بقى نشوف الزوم هنا اهي، ده الكاردياك اوتبوت على الفيرتيكال اكسس في المقابل السنترال فينس بريشر، طبعا الكاردياك اوتبوت والفينس ريتيرن. بص معايا ده الكيرف الازرق يمثل الفاسكولار فانكشن كيرف، والكيرف الاحمر يمثل الفنتريكولار فانكشن كيرف. الاثنين تلاقوا مع بعض عند نقطة مشتركة اسمها اوبريتنج بوينت، يعني الفينس ريتيرن الازرق كارديك اوتبوت اشتركوا في نقطة، تساووا في نقطة، لو انت مديت الماوس اليها هتبقى 5 لتر دم، وده طبيعي. زي ما انا قلت الكاردياك اوتبوت يساوي 5 لتر دم في الدقيقة واثبتها، طب ما هو الفينس ريتيرن 5 لتر. طب يا دكتور ازاي؟ فينس ريتيرن هو الفلو بيساوي دلتا بي على ار تبع اومز لو. ايه الدلتا بي؟ مين سيركيولاتوري بريشر 7 ماينس سنترال فينس بريشر 0 اللي هي 7 ناقص 0 بصفر ب7 على ريزيستنس. الفينس ريزيستنس تساوي 1.4، لو قسمت 7 على 1.4 تساوي 5. يعني كده انت قدرت تعرف ان الاكوليبريم بوينت او نقطة التوازن هو 5. طبعا النقطة دي بتبقى شيفتد تو ذا رايت بالهارت فيلير، ان في نيجاتيف انوتروبيك، وشيفت تو ذا ليفت بتاثير السمباثاتيك، وشرحناها في فيديو النظري. طيب نيجي بقى للجزئيه ما قبل الاخيره وهي كاردياك ريزيرف. الهارت عامل زي واحد محوش فلوسه على جنب مخزنها لحين الحاجه اليها. يعني الهارت ده لو انت جيت سالته هو انت بتضخ 5 لتر دم كحد اقصى؟ يقول لك لا، ده ديورينج ريست. الخمسه لتر دول يزيدوا الى 30 او 35 لتر. يعني معنى كده انا عندي احتياطي. فمعنى كاردياك ريزيرف ability of the heart to increase cardiac output during exercise. طب الريزيرف ده بيساوي ايه؟ بيساوي الماكسيمم اوتبوت، اقصى حاجه اقدر اضخها، ماينس راستنج اوتبوت، اقصى حاجه اقدر اضخها اللي هي 35 لتر، ماينس الريست 5. يعني انا بحوش 30 لتر اقدر ان انا اعملهم، بس مش هعملهم وانا قاعد مرتاح وانا بجري. بصوا بقى في نوعين من الريجوليشن، شورت تيرم ولونج تيرم. شورت تيرم يعني قصير المدى، هنزود الكاردياك اوتبوت في الحدود المسموح بيها من 5 الى 12 لتر. طبعا حدود المسموح بيها معناها انترنسك، الهارت لن يعتمد غير على نفسه، مش هيعتمد على اكسترنسك او سمباثاتيك. اما بيوند ذا بيرميسيف انا هعتمد على السمباثاتيك. طيب بص، ويزن ذا بيرميسيف ليميتس
هزود الهارت ريت في النورمال رينج بتاعي من 60 الى 90 بيت بير مينت عن طريق اقلل الفيجال تون والبين بريدج ريفلكس. بين بريدج ده فكرته يزيد الفينس ريتيرن، يزيد الاند دايستوليك، يزيد الستروك فوليوم، يزيد كاردياك اوت بوت. ده بين بريدج ريفلكس. طيب ونزود الستروك فوليوم، واحنا عارفين ازاي ازود الاي دي في وقلل الاي اس في. هيتيرومتريك زين هوميومتريك، ده كلام جميل. خلي بالك ان بياند ذا بيرميسيف انت عايز الهارت ريت يتضاعف من 60 الى 180 بيت بير مينيت. قلنا ليميتد بايه؟ بالتايم اوف فيلينج. كل حاجه في الدنيا ليها سقف ما ينفعش تعلى عنه. الاند دايستوليك عايز ازوده من 130 اقصى حاجه 240. طب ليميتد بستارلينج لو، قال لك لو هتزيد عن كده الميوسين هيبعد عن الاكتين اكتر، قوه كونتراكشن هتقل. انت وزن ليميتس. اند سيستوليك يقل من 60 الى 30 ملي، لان انا ليميتد بعدد الكاتيكولامين فيسيكلز. قلنا الكلام ده. خلي بالك في حاجه، ان البيرميسيف ان ليميتد نو ادرينرجيك بعكس بياند ذا بيرميسيف. طب على المدى البعيد، على المدى البعيد ده معناه هارت فيلير. اوعى تفتكر ان اللونج تيرم ده طبيعي عندنا، لا. لان انا لما اقول لك العناوين فوليوم اوفرلود، بص كلمه اوفرلود، ده انت يا فنتركل اتمليت وعديت الليميت اوف ستارلينج، ده انت عديت تماما، يبقى ده هارت فيلير. او اورتيك انكومبتنس، اورتيك فالف مفتوح وما بيقفلش، فالدم بيرجع بالعكس من الاورطه للليفت فنتركل. طبعا فوليوم اوفرلود تساوي زياده في الهيتيرو متريك. خلي بالك الكلام ده احنا بنترجمه. طب هو هيفضل يملى لما لا نهايه؟ لا، الفوليوم الزياده اللي جوه الفنتركل هيضغط على الوول فيحصل تضخم في الجدار، هايبرتروفي، التضخم. حتى وقتها قلت لك وانا بشرح التضخم للسنتر بتاع الفنتركل لجوه، مش التضخم لبره. انا عايز ازنق الدم الزياده الفوليوم اوفرلود اللي انا اخدته في مساحه اقل، فالبريشر على الوول عندي يزيد عشان اتغلب على الافتر لود العالي اللي بره. طبعا دي الفكر عندي. بس الهايبرتروفي ده ليميتد بايه؟ ما هو كل ما يبقى فيه تضخم، انت فاكر ان بيوصل للجزء المتضخم اكسجين كفايه؟ لا، عدد الكابيلاريز عندك محدود، زي بالظبط واحد مصروفه مازال زي ما هو، تمام، كان مكفيه زمان ولكن هو طلباته زادت جدا فبقى المصروف ده بالنسبة له قليل. هو ده الفكرة الأساسية اللي احنا عايزين نقولها دلوقتي. فأنا ليميتد بعدد الكابيلاري، يعني أنا عندي إسكيميا نسبية، البلاد فلو اللي رايح لي كافي وكابيلاريز كافية ولكن أقل من متطلباتي الآن. طيب آخر جزئية يا الهارت فيلير، فشل القلب هو نوعين، لأن الناس فاكرة إيه؟ إن الفشل كاردياك أوتبوت قليل بس. مين قالك؟ قد يكون الهارت بيعمل كاردياك أوتبوت زايد جدا ولكن احتياجات التيشو من الدم عالية قوي، فمهما الهارت بيضخ ما زال مقصر في حق الأنسجة. ده اسمه هاي أوتبوت فيلير. اللو اوتبوت اسبابه برايمري وسكندري. برايمري العيب في الهارت، مايوكارديال انفاركشن، سبب اولي عندك انت. قد يكون القلب سليم
ولكن هناك مشكلة في مكان تاني انعكست عليا، بقيت أنا تابع لي. secondary، secondary overload. طبعا أنا اتمليت بفوليوم زيادة وبريشر عندي زاد بسبب aortic stenosis، تمام، وأنا انعكست المشكلة علي، أو fibrillation في الهارت. طب ايه الميكانيزم او الديسفانكشن، الخلل حصل ايه؟ اثناء السيستول الميترال فالف في مشكله، ممكن يبقى في عندك فالف على فكره عنده مشكله، مش شرط الميترال عنده مشكله، قد يكون الاورتك فالف عندك ضيق فانت مش قادر تضخ دم كفايه، او مايوكارديال انفاركشن، البريشر فوليوم لوب شيفتد تو ذا رايت. طب اخبار الايجكشن فراكشن، فاكر انت هتضخ قد ايه بالنسبه للي اتمليته؟ لو انت مودريت فيلير 50% ما بيحصلش زياده، نوت انكريز باي اكسرسايز. طب لو سيفير فيلير يقل الايجكشن فراكشن عن 20%. طب لو المشكلة أثناء الدايستول يبقى إيه السبب؟ هايبر تنشن، ضغط عالي عندك، البريشر فوليوم لوب بص بقى يحصل العكس، يبقى شيفتد أبورد وتو ذا ليفت. الواضح إن الإيجكشن فراكشن دايما بيقل. طب نيجي للإفكتس أوف اللو output. لو انا عندي forward failure، اصل الفشل قد يكون للامام او للخلف، طبعا للامام معناه انا مش قادر اضخ للاورطة. طب الفشل ده هل moderate يعني نص نص؟ cardiac output طبيعية اثناء الريست، لكن لو الفشل severe يقل الكارديك اوتبوت، عشان كده طلعت لك من الفورورد فيلير سهمين. طب الباكورد فيلير يعني ايه؟ انا عندي رايت سايد هارت فيلير، الرايت فنتريكل مش قادر يضخ الدم، يا اما المشكله في الرايت فنتريكل نفسه او البالمونري فالف ضيق فالدم اتجمع في الرايت فنتريكل. تقول لي ماشي ضغطي فيه عالي، يبقى مش هيستقبل دم جايله من الرايت اتريوم، فالضغط بالعكس يعلى في الرايت اتريوم، فمش هيستقبل دم جايله من الفينا كيفا فيعلى في الفينا كيفا، زي ما اتفقنا شارع رئيسي واقف، كل الشوارع المؤدية اليه هتقف، وبالتالي الفيلير ينعكس للخلف، فالدم يتجمع في السيستميك فينز فالضغط يعلى فيها. تيجي الكابيلرز عايزه توزع لها بلد، تقول لها انا اسفه انا البريشر عالي عندي، فالدم يتجمع في الكابيلرز، وبالتالي ضغط على الوول اوف كابيلري يزيد جدا، والكابيلري وول رؤية لا يتحمل، يؤدي الى زياده الفلتريشن، كابيلاري هتسرب بلازما الزياده بتاعتها للتيشوز، والنهايه إديمة، تورم في اللور ليم. طب العكس مثال تاني، لو ليفت سايد هارت فيلير، الليفت فنتريكل فشل ان يضخ الدم للاورطه، فالدم يتجمع في الليفت فنتريكل فيتجمع في الليفت اتريوم فيتجمع في اللنج، نفس الفكره، طالما زاد البريشر في البالمونري فينز يبقى هيزيد في البالمونري كابيلاريز اللي قبله، يؤدي الى بالمونري إديمة او ميه في الرئه. يعني اذا الفشل قد يكون للامام وقد يكون الى الخلف، الكلام ده في غايه الاهميه. طب نيجي لاخر جزئيه في الفيديو، هو العلاج. عشان تعالج هارت فيلير
لازم تعالج السبب. ايه سبب الفيلير؟ تريت ذا كوز. علمونا كده واحنا طلبه، شوف المشكله فين وحلها. اورتك فالف ضيق، لا ده احنا لازم نقلل الاستينوزس ده بادويه عمليه ايا كان. كونسيدر ميلز، شيء طبيعي انا مريض بهارت فيلير ما ينفعش اكل اكل مملح لانه هيزيد البريشر اكتر في الاورطة والريزيستنس تزيد اكتر وانا مش ناقص. العلاج حرف الدي، بص سي ودي حتى ماشيه، سي كوز كونسيدر ميلز، 3 دي ديجيتاليس، وشرحنا ازاي ديجيتاليس يوقف مؤقتا صوديوم بوتاسيوم بامب، فالصوديوم ما يطلعش، فالكالسيوم ما يخرجش، فتزيد قوة الكونتراكشن. دايوريتكس، أدوية مدرة للبول. انت بتقول لي إديمة، جسمي وارم، خلصني من المية الزيادة. ديكريز، أقلل حاجتين، أقلل البريلود، انت هارت فيلير، انت عندك فوليوم اوفر لود عالي، انا عايز اقلل الفوليوم اللي عندك، عايز اقلل